قناة أصفار ورحلات الدياني ترحب بكم وترجو لكم مشاهدة ممتعة. مرحبا بك السي حسن، كنشكر الإخوان على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحيب الإخوة بزاغورة، والله شجعني وأعطاني شحنة كبيرة، وهذا شرف لي وهذا من كرم ضيافته. انطلقنا من مدينة ورزازات، دخلنا إلى تراب زاغورة، التراب الإقليمي لزاغورة. بين فينة والأخرى كنا نجلس جلسة استراحة كهذه، وبطبيعة الحال المارة يجلسون كذلك معنا، إما بمبادرة منهم أو بطلب منا من أجل تجارب أطراف الحديث. الطريق بين ورزازات وأكدز تتميز بمرتفعات، أشهرها مرتفع أيت ساون، هذه التي توجد أمامنا الآن، هذه هي أيت ساون. مباشرة عندما تتجاوز أيت ساون القرية الصغيرة يبدأ الصعود، هو طويل نسبيا لكنه ليس بصعب. في هذا المكان بالضبط التقيت بابن الزعيم رئيس نادي ورزازات للدراجات الهوائية عليه رحمة الله، وقد وقف يطلب مني أتنقصني حاجة، كريم مثل أبيه. ثم وصلنا إلى أكدز. أكدز منطقة تابعة لزاغورة ضاربة في القدم، تنتمي إلى هذا الإقليم، تقع في جبال أطلس، طبيعة الحال أسفل جبل كيسان، وتمتد على طول ضفاف نهر درعا، 70 كيلومترا تقريبا عن ورزازات و 90 كيلومترا تقريبا عن زاغورة، حوالي 5000 نسمة، والغريب أنها ترتفع عن سطح البحر بحوالي 942 مترا. سكانها حوالي 11000، عدد الأسر حوالي 2000. أكدز تعني مكان للراحة باللغة العربية، على طريق القوافل القديمة التي كانت تربط بين مراكش إلى تامبوكتو، وكان للمدينة دور اقتصادي كبير جدا بطبيعة الحال. ثم حصل لها جفاف ما بين 1970 و 1980، وافتقرت إلى مرافق النقل، ففقدت تلك الأهمية، مما جعل الكثير من سكانها يهجرونها بحثا عن العمل، ولها سوق أسبوعي بطبيعة الحال يوم الخميس. إذا فأكدز من الواحات الشهيرة التابعة لها لإقليم زاغورة. للتصحيح، فهناك من يعتقد أن زاغورة إقليم جاف وإقليم صحراوي، بل بالعكس، عندما تنطلق من أكدز فهذا المنظر الذي ترون أمام أعينكم، والذي حباني الله عز وجل بالتمتع به، شروق الشمس بعد أكدز، منظر يعجز اللسان عن وصفه. فالصورة كما ترون تعبر عن ذلك، لكن إذا رأيت هذا المنظر بأم عينك في واقع الأمر فالأمر مختلف تماما، منظر رائع وجميل جدا. الحمد لله الذي رزقني هذا، رؤية هذا المنظر الرائع جدا. لاحظوا معي، إذا فعلى طول 90 كيلومترا من أكدز إلى زاغورة كلها هكذا، طبيعة الحال واحات وارفة الظلال، مترامية الأطراف، على طول نهر درعا، هذا النهر الشامخ الذي قدر الله عز وجل أن يجف، فالسلطات بين الفينة والأخرى يطلقون الماء من السد من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كذلك تتميز هذه
الواحات بغطاء نباتي فريد من نوعه، منظر رائع جدا. هذه هي واحة درعا، لاحظوا معي هذا المنظر الجميل جدا. يا رب لك الحمد والشكر يا رب. واصلت المسير على طول هذه الطريق، لم أمل ولم أكل ولم أشعر بالتعب، رغم الحرارة المفرطة، فقد تصادفت مع موجة الحر، ولو أن كلمة تصادفت غير صحيحة، بل كل شيء مقدر من الله عز وجل، فهو يعلم ونحن لا نعلم، وفي ذلك حكم. لأن كما ترون فتأثير الجفاف يبدو جليا. هذا هو نهر درعا الذي ترون أمام أعينكم. بدأنا نقترب من تنسيخت، مجموعة من القبائل، مجموعة من المداشر، مجموعة من القصبات، تراها على طول هذه الطريق. هذه هي تنسيخت، قصبات رائعة جميلة جدا، بيوت ضاربة في القدم، قدم التاريخ. فكما قلت لكم من قبل، فهذه الطريق كانت تربط بين مراكش وتامبوكتو التي توجد حاليا في مالي بطبيعة الحال، ثم من ثم بين إفريقيا وأوروبا، ثم تنزولين. لاحظوا هذه القصبات الرائعة جدا، ثم تجد كذلك موارد الماء لمن أراد شرب الماء، الصنابير على جنبات الطريق، ثم وصلنا إلى تنزولين. هذه هي تنزولين من القرى الكبيرة الجميلة، كذلك الطيبة الأهل والطيبة الأعراق. نبتة الحناء هي التي ترون أمام عينكم، لمن لم يسبق له رؤية نبتة الحناء، هي هذه، تبدو شامخة وسط أشجار النخيل، نبتة الحناء، وهي نبتة معروفة تستعملها النساء في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، إضافة إلى مجموعة من النباتات التي سترونها لأول مرة، كهذه نبتة الورقية، ثم نبتة الملوخية. الملوخية سترون ثمرتها الآن. إذن هذه هي ثمرة الملوخية، ثم الورقية كذلك تستعمل في الكسكس والحساء، إضافة إلى أنواع كثيرة من البلح، من التمار. فهذه التمار المتعددة الألوان، البلح الذي يكون أحمر يصبح أسود اللون عندما ينضج، والأبيض والأخضر هكذا يصبح أصفر أو يميل إلى الصفراء كاللون العادي من التمور المنتشرة في بلادنا. فبطبيعة الحال عندما تسمعون الزقورة يجب ألا تتصور أو يخطر ببالك أنك في منطقة صحراوية قاحلة نائية لا وجود لماء، لا، بل بالعكس، كما سترون الآن بأم أعينكم، ففي هذه الواحة، ففي هذا البستان الذي رحب به أهله، ماء بطبيعة الحال غزير جدا، وتمار كثيرة، وظل وارف، بلدة طيبة، ورب غفور. كما ترون، لاحظوا، الماء غزير جدا، ولله الحمد والشكر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم النباتات التي تعطى للبهائم، هذه نبتة الفصة البرسيم. فهذه المناظر لا تمل من تصويرها ولا تمل من رؤيتها. ثم بدأت أقترب من زاغورة. عندما تبتدئ في الاقتراب فإنك ترى هذا المنظر البانورامي الرائع لواحة درعا، منظر جميل جدا. هذه هي العربة التي أحمل فيها متاعي
حوالي 5 أو 6 كيلومترات للوصول إلى زاغورة. فهذا المنظر البانورامي الرائع جدا الذي يذكرني برمزي البطل المعروف. وأخيرا وصلنا إلى مدينة زاغورة. مدينة زاغورة، المدينة الطيبة الأهل. التي يتميز أهلها بالجود والكرم وحسن الضيافة والمعاملة الجيدة. وقد رأيتم في بداية هذا الشريط كيف استقبلني أبطال الدراجة الهوائية بهذه المدينة بدون ذكر الأسماء، لكنهم عاملوني معاملة جعلتني أحس بالفرحة وأحس بالحبور. زاغورة مدينة مغربية تقع في الجنوب الشرقي من المغرب، وتعتبر سياحية لكنها لم تستطع أن ترقى إلى المستوى المطلوب في القطاع السياحي نظرا للافتقار للبنية التحتية. تشتهر بالفخار وخاصة تمكروت والتمور ذات الجودة الجيدة خاصة الفقوس أو بوفقوس. لكن أشجار النخيل تعرضت للإهمال وهي تعاني من مرض البيوض الذي تم اكتشافه في الضرعة لأول مرة سنة 1870. فقد فقدت المدينة أو المنطقة جمالها ومردها الأساسي، وضح من الضروري إيجاد حلول. فبطبيعة الحال زاغورة حوالي 724 متر عن سطح البحر، حوالي 30,000 نسمة، كثافة سكانية تصل إلى 76,000 كم مربع، عدد الأسر يتجاوز 7,000. اختلفت الآراء حول أصل اسم المدينة. هناك من يرجع تسميتها إلى جذور أمازيغية نسبة لقرية واو زاغور التي تبعد عن مدينة زاغورة 70 كم. وكذلك في جنوب زاغورة منطقة توجد بين الجبلين تسمى بين زواغر، تسمى بين زواغر. تاريخيا استنادا إلى المصادر العبرية التي تعود إلى القرن 12 الميلادي والتي تعد من أقدم مصادر تاريخية للمنطقة، فقد عمرت وادي درعا شعوب قديمة أقدمها الكوشي والمنحدرون من كوش، أحد أبناء حام ابن نوح عليه السلام. كما يعتبر حصن تزاغورت الواقع في السفح الشمالي جبل زاغورة النواة الأولى لمدينة زاغورة الحالية. واختلفت الروايات حول زمن بناء هذا الحصن، فالمصادر اليهودية ترجع إلى ما قبل الإسلام، بينما تؤكد المعطيات التاريخية الأثرية أنه بني في زمن متأخر عن ذلك. أما المصادر المحلية فتعزو بناءه إلى النصارى مستدلة في ذلك بقصر تانسيتا، أحد قصور المنطقة الذي لا يزال اسمه يذكر باسم الأميرة الرومية سيتا. فكذلك بينت الدراسات التي أقيمت بالمنطقة أن أطلال حصن تزاغورت ترجع إلى عصور مختلفة، وأن ما تبقى من هذه الأطلال يرجع إلى العصور الإسلامية، حيث أن بعض المواد المستعملة في بنائه تشبه إلى حد كبير تلك المواد المستعملة في البناء شمال المغرب إبان العصر الإدريسي. كذلك تصميم الحصن جاء مرابطا أو مشابها لتصميم القلاع والحصول المرابطية، وبذلك يمكن القول أنه قد بني في عهد الأدارسة وأعيد بناؤه في عهد الدولة المرابطية. بني حصن تزاغورت على مساحة تقدر بنحو 10 هكتارات، وأحيط به سور تتخلله أبراج من كل الجهات كباقي المناطق المغربية. ومنذ دخول الإسلام عرفت منطقة درعا نشاطا دينيا كبيرا، نشأ عنه نشوء رباطات و زوايا، أشهرها زاوية تمكروت، زاوية تمكروت الزاوية الناصرية التي تبعد عن زاغورة حوالي 18 كم. زرتها ولنا موعد إن شاء الله تعالى معها في حلقة خاصة، لأن الوقت ضيق والحديث ذو شجون. ثم هذه الزوايا تدعو إلى تجاوز المذهبية والتمسك بالسنة النبوية الشريفة، إضافة إلى ما فيها من كتب وإلى ما فيها من أشياء سنتعرف عليها في المستقبل القريب بحول الله. مناخ زاغورة، بحكم الموقع العرضي لزاغورة وانفتاح على الصحراء
وموقعها الداخلي البعيد عن المؤثرات البحرية، فمناخها يابس وشبه صحراوي. وخصائص هذا المناخ أنه شديد الحرارة صيفا، شديد البرودة شتاء، وينعكس هذا بشكل نسبي على كل من درجة الحرارة والمتوسط السنوي للتساقطات بطبيعة الحال. فدرجة الحرارة تصل في بعض الأحيان 50 درجة، أما بالنسبة للتساقطات فتعرف تساقطات تتعدى في المتوسط 45 ملم. طبيعة الحال كما قلت لكم من قبل، فتتمركز الزراعة في واد درعا ومنبسط تزارين في الطريق إلى النقوب، نخيل. وأما أنواع الغلات الأخرى فهي الحبوب والمزروعات التسويقية واللوز والتفاح والمشمش والرمان والحناء خاصة، ولكن أشهرها في الآونة الأخيرة هو البطيخ الأحمر، هذا البطيخ الأحمر الذي استنزف الفرشة المائية. نحن الآن نمر من فوق قنطرة على واد درعا. أعيد وأكرر، فالبطيخ الأحمر استنزف الفرشة المائية لهذه المناطق ابتداء من أكدز، ثم مرورا بزاقورة، ثم مرورا بفم زقيد، ثم طاطا وما جاورها. بكل صراحة استنزفها البطيخ الأحمر. أما كذلك التساقطات الضعيفة فإنها تستهلك عبر السواقي أو تستهلك عبر السواقي المبنية على سد المنصور الذهبي، وكذلك بعض السهول التلية التي تطفي على النخيل لونه الأخضر. لكن في هذه المرة عندما زرت زاقورة العديد من الأشجار فقدت لونها وفقدت خضرتها، ليس على طول 90 كيلومترا من أكدز، لكن في بعض الأماكن منظر يدمي القلب. توالي سنوات الجفاف وخاصة في هذا العام الذي كان صعبا جدا أثر تأثيرا كبيرا جدا. فنحن الآن في الطريق إلى تامقروت، ثم تاغونيت، ثم محمد الغزلان، لكن سننعطف يسارا من أجل الذهاب إلى المخيم. هذا المخيم الذي تفاجأت كثيرا بكل صراحة، نمر من هذه المدارة، مدارة الجمل، ثم ننعطف يسارا في اتجاه تغبلت وتزارين وما جاورها، لنجد بعد ذلك مرورا بهذه المناظر الرائعة كما سترون الآن. فتفاجأت كثيرا خاصة في هذه المرة لوجود عدد لا يستهان به من المخيمات ومن الفنادق وبأثمنة رائعة جدا في متناول الجميع بكل صراحة. كما ترون فهذه المناظر جميلة جدا، إلى أن نصل إلى المخيم الذي أفردت له كذلك حلقة خاصة الحلقة المقبلة لأنه أعجبني كثيرا. سأقوم رفقة صاحبه بجولة على متن طفطافة الصينية في شوارع زاقورة، كما سيتحفنا الفنان مصطفى بلقطات من العزف على القطار. لهذا فالحلقة القادمة ستكون حلقة رائعة جدا ولن أطيل فيها إن شاء الله تعالى. هذا عثمان يرافقني، دراج من عشاق الدراجة الهوائية، والذي يقوم كذلك حاليا هو الآخر رفقة أصحابه برحلة إلى الأطلس المتوسط على متن الدراجات الهوائية. ثم قمنا بجولة ليلية في مدينة زاقورة التي تبدو مختلفة تماما، هدوء وهبوط لدرجة الحرارة وجلسات حميمية وجلسات عائلية رائعة، رفقة الأحبة ورفقة الأصدقاء. إذن فزاقورة رائعة جدا تستحق الزيارة. أعيد وأكرر أن أهلها في غاية الطيبة طيبوبة، في غاية البساطة، في غاية المحبة، يحبون الأجانب كثيرا سواء كانوا مغاربة أو أوروبيين. مدينة إذا زرتها ستزورها مرات
ومرات، تاريخ عريق جدا. فهنا وأجدز صلة وصل بلا حدود بين إفريقيا وأوروبا في قديم الزمان. هنا كانت القوافل تحط رحالها وتستريح وتكون تقوم بمبادلات تجارية، ثم تواصل المسير في اتجاه مدينة مراكش، ومن هناك في اتجاه باقي المدن المغربية، ثم إلى أوروبا. من الجنوب، من جنوب الصحراء، تأتي القوافل محملة بالعاج والعبيد والتبر، والتبر هو الذهب الخام. ومن هنا ومن باقي المدن المغربية ومن أوروبا تذهب هذه القوافل محملة بما لذ وطاب من الحبوب والتمور والحلي وما إلى ذلك، إضافة إلى العطور، إضافة إلى الأواني. إذن في الحلقة القادمة ستكون رائعة جدا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.